كمان ننتقل إلى خبرنا التالي. يمكن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت فيها ضجة كبيرة وقلق عن موضوع أبو الهول والأثري بعد أن انتشرت صور له توضح أنه مغمض العينين في دلالة أنه قد نام. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن المصري مع هذا الخبر وهذه الصور. في الحقيقة قبل ما نستعرض معاكم تعليقات وتفاعل النجوم نحب نوضح حقيقة هذه الصور أو الظاهرة واللي أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار المصرية أنها مفبركة وغير حقيقية وهدفها إثارة البلبلة أو التعليقات الساخرة. يعني ما أعرف هو بالمنطق هو مش رح ينام. يعني إحنا شفنا الفيرتشوال على قولهم كان أمس حتى الأجانب كانوا بيتكلموا عليه هذا الموضوع وكانوا يجيبوا برديات قديمة ومفكفكين شفراتها إنه راح يحصل في يوم من الأيام عندما يغمض أبو الهول عينيه ما أدري إيش راح يحصل. من التعليقات الطريفة كانت للفنان محمد هنيدي واللي نشر صورة لشخصية الخننوسة وهي نايمة وشارك. وطبعا يعني محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي ما راح يفوته خبر زي كذا يعني اكيد لازم يعلق فيه. الفنان خالد الصاوي شارك في تريند ابو الهول وانتقد من يرغب في ايقاظه وكتب انا نايم سيبوني انام. وحتى الفنان محمد سعد شارك في التريند وكتب جملته الشهيره من فيلم كتكوت. ايش هي الجمله ما ادري. ابو الهول ضعيف الجناح والدنيا غدرت بي وحاطط وشه طبعا على الهول. يعني صراحه تعليقات لطيفة وحلو انه يطلعوا الفنانين والناس يعني يسووا هذه التعليقات الطريفة حتى يؤكدوا ان هذه مجرد فبركات. الفنان احمد حلمي كمان شارك في الترند باغنيته الشهيرة من فيلمه الاخير ونشر مقاطع لتمثال ابو الهول مع اغنيته بص الحركة دي. الله بص. يعني فعلا يضحك الموضوع شوية يا ريم بس حلو انه كيف العالم بيتفاعل مع هذا الموضوع. يعني في ناس عندها ايمان زي ما ذكرتي يفكوا شفرات ويرجعوا الأشياء غريبة وحبيت كيف يتم تداول هذا الموضوع بشكل فكاهي. يعني بس ما زال في ناس هناك تؤمن بالمعجزات أو القوة الخارقة في هذا الزمان يعني يعني هذا أحب أنه الأخبار لازم الأخبار يكون لها دور مفصلي وقوي بأنه ترى لو حقيقي ترى وكالات الأنباء العالمية راح تتسارع لنقل هذا الخبر والتعليق عليه لأنه يعتبر معجزة. صحيح يعتبر معجزة. عموما خلينا نطلع فاصل. طبعا مكملين معاكم فقراتنا ولكن بعد فاصل قصير.